Ivanashka. What are you playing at? You're a parcel mouth. Why don't you tell us? I'm a what? You can talk to snakes. I know. بسم الله. I mean, هاري بوتر كان بيتكلم لغة تعبين. احنا ان شاء الله هنتعلم برضو لغة تعبين اللي هي لغة البيس. تمام. لغة سهلة وبسيطة. واظن ان انت لو تعلمتها تقدر تنضم لمدرسة الصحراء بسهولة يعني. هيدلوك على طول ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي ايه؟ هنبدأ نشوف بعض المعاملات البسيطة. واحدة واحدة بنبدأ نتعرف على اللغة ونشوفها سهلة وبسيطة ازاي. تمام. يعني انا دلوقتي لو انا قلت له اكس بتساوي 3 قلت له انتر. تمام. هو كده عرف ان انا بقول له الاكس بيساوي 3 كان بقول له مثلا ايه العمر او الايج بيساوي 3 خزن المعلومه دي عندي. هقول له مثلا الواي هتساوي 4 قلت له انتر كده خزن المعلومه عندي. طب انا محتاج اشوف حاجه على الشاشه قدامي استخدم امر ايه امر برنت. برنت لازم افتح قوسين على طول وبعد كده اكتب جواه اللي انا عايزه. اقول له مثلا اكس في 4 واروح داس انتر هيجيب لي الرقم برنت. تمام. اكس في او خليها زائد. تمام. 4 في الواي. تمام. قال لي 19. هو ايه اللي حصل؟ الفي الفي الضرب والاسمة ليها الأولوية فهو الأربعة في الواي بتساوي 4 يبقى 16 ونجمع معاهم 3 هيبقى يطلع لنا 19. تمام. طيب لو أنا كتبت رقم غلط برنت دي تمام وحطيتها إكس أو حطيتها بدل الإن كتبتها إم. تمام. قلت له إكس زائد الواي قلت له إنتر قال لي غلط. احنا كبشر ممكن واحد ينطق قدامك كلمه غلط فتعديها. تمام. يعني خلاص انت فهمت المطلوب ايه فبتعديها. تمام. انما في لغات البرمجه هو عايز الكلمه صح. لو في حرف غلط او هو عايز صياغه معينه وجت غلط لا مش هيوافق عليها فلازم نخلي بالنا من النقطه دي. تمام. طيب هقول له مثلا زد بتساوي واقول له مثلا اكتب هنا مثلا اكتب حاجه هلو وورلد مثلا. تمام. اقول له انتر. ما طبعا ماليش حاجه انا اديته معلومات بس لسه ما خدتش اي ما قلتلوش اديني المعلومه اللي عايزها. لو اقول له بقى برنت. تمام. واحط قوسين لازم القوسين مهما حصل لازم احجبهم واقول له زد. تمام. هلو وورلد. هقول له مثلا اكتب لي كلمة وليكن مثلا good morning. تمام. خلي بالك بين القوسين ممكن انسى حرف مش هيعترض هو بيقول لي الكلمة اللي انت هتكتبها هنا حتى لو شتيمة حتى لو كلام اي هحطها وخلاص. طيب مش هيعترض عليها هعمل علامة كده واقول له ايه اكتب لي الزد وادي سنتر راح كاتب لي جود مورنينج هلو وورلد. تمام. فزي ما انت شايف الفكره بتاعتي سهله وبسيطه. المحاضرة الجايه ان شاء الله هندخل مثلا في قاعده الاف هندخل في قاعده الفور قاعده اف يعني بقول له ايه لو حصل كذا اعمل كذا. يعني خلينا ناخد مثال بسيط اقول له مثلا اف اكس بتساوي 3 تمام واروح مديله العلامه دي اللي هي نقطتين فوق بعض وراح داس انتر كده يبقى الامر لسه ما خلصش. قال لي في عندك غلط ايه هو بقى اقول له اف اكس واروح مديله علامتين يساوي 3. تمام. واقول له ايه النقطتين دول وادوس انتر. انا اسف انا الحرف الاف عندي بيعلق لان كل شويه طبعا بندخل على الفيسبوك في حرف الاف ده اكتر زرار مظلوم معايا. تمام. بقول له اف اكس بتساوي 3
واروح دايس النقطتين بتوعي واروح دايس انتر واقول له بقى ايه يعني كده، بقول له الاكس لو بتساوي 3 برنت، وافتح القوسين واكتب له هنا اكس بتساوي 3 واروح دايس ايه انتر. تمام انتر تاني، كتب لي الاكس بتساوي 3. طب خلينا نجرب امر عكسي، اقول له ايه الاف تاني، اف اكس بتساوي 4، كده الامر غلط. تمام اروح حاط نقطتين واقول له ايه برنت اكس بتساوي 4. طيب هل الاكس بيساوي 4 وما نساش القوسين ال على اتنين التنصيص دول، هل الاكس هنا بيساوي 4؟ ادوس انتر، هنا بيقول لي انت ممكن تكتب سطر كمان يعني بعد الاف ده اكتب كلمه ثانيه، يعني لو الشرط ده اتحقق هيكتب الكلمتين دول. تمام اي حاجه بقى. تمام الشرط ما اتحققش. تمام الشرط لم يحقق. تمام طيب لو انا عايز اقول له لو شرط حقق اعمل كذا، لو شرط ما اتحققش اعمل كذا. اقول له اف اكس بتساوي 4 واروح اعمل النقطتين بتوعي واقول له ايه برنت مثلا اكس بتساوي 4. تمام وبعد كده راح قايل له ايه إلس. تمام لو شرط ما اتحققش ثانية واحدة، اف اكس بتساوي 4 برنت اكس بتساوي 4. تمام واجي هنا اروح دايس انتر واروح دايس بالمسطرة عشان اطلع من اول حرف إلس. لو شرط ده متحققش يعمل ايه بقى؟ برنت اي حاجه بقى. تمام يبقى كده لو اكس هيساوي 4 هيطبع لي اكس يساوي 4، لو ما بيساويش 4 هيطبع لي اي حاجه، الاقي اي حاجه تطبع لي. فدي قاعده اف ويلز، طبعا فيها شويه حاجات تانية ان شاء الله هنبقى نتكلم عنهم بعد كده.